وكلمة أخيرة مشاهدينا وبقولها من ست، أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تختاري سند للحياة وشريك للحياة يحليلك حياتك. أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تختاري صح أب لعيالك محترم ويكبر ولاده معاكي وتحس إن أنت حقيقي ست وست الستات كمان. أحلى حاجة في الدنيا إن يبقى ليكي بيت، ليكي بيت وأولاد وتنشري الحب والسعادة والحب في البيت، تحسي كده إن أنت ليكي قيمة. قيمتك الحقيقية هتشتغلي ويبقى ليكي قيمة، لكن بجد أنا بشوف إن قيمتك الحقيقية جوه بيتك، دورك دور البطولة بيظهر أكتر مع جوزك وبيتك وولادك، وتحس إن ليكي بيت وليكي ولاد وليكي راجل بيحبك وبيهتم بيك وبيحتويكي، تعي في حضنه تفرحي برضو وانتي في حضنه. الحياة حلوة يا جماعة، ما نسمعش وما نشوفش ثقافات مجتمعات تانية طول عمرنا، لا احنا هم ولا هم احنا. احنا هنا في بلدنا في مصر مجتمعنا العربي زي بكده، في العيد بنضحي وبندبح وبننزل نصلي صلاة العيد، هي دي مصر، الحاجات الحلوة الشرقية بتاعتنا، وما فيش احلى من الجواز الحلو. بس عشان يبقى حلو نختار صح وبتأني، مفيش حاجة اسمها السنجلة جنتلة، السنجلة حزن الأحزان.